تعالوا يا جماعه نشوف دلوقتي تقرير عن معسكر منتخب مصر كره القدم النسائيه تحت قياده المدرب محمد كمال، استعدادا للمشاركه في التصفيات المؤهله لكاس الامم الافريقيه 2024. بعديها نروح نستقبل ضيفنا طبعا الكابتن عبد الله فاروق نجم وسط نادي الاهلي السابق. منتخب مصر الكره النسائيه هو طبعا من اهتمامات الدوله المصريه واهتمامات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وده انه داعم دايما للمراه، ومن خلال وجودي في الاتحاد المصري لكره القدم كعنصر نسائي بهتم بملف الكره النسائيه، مهتمين دايما من اول يوم في مجلسنا بمنتخب مصر الكره النسائيه. منتخب اول الحمد لله تصنيفنا عالميا تحسن جدا من سنه ونص لحد النهارده. من سنه كان تصنيفنا 98، النهارده تصنيفنا بقى 88 عالميا. مصر تستحق ان هي تكون في احسن مكان ببناتها، بناتها قد ايه يعني محققين انجاز كويس جدا في خلال التوقفات الدوليه اللي بنلعبها في مباريات وديه دوليه، ده اللي بتحسن من تصنيفنا، والحمد لله رب العالمين في مكان كويس دلوقتي جدا، ومكملين ان شاء الله باذن الله تحسين التصنيف. بنستعد ان احنا ان شاء الله الشهر الجاي نلعب في التوقف الدولي الجاي في شهر يوليو برضو عشان نكمل تحسين التصنيف ونزود احتكاكنا علشان عندنا تصفيات امم افريقيا الفتره اللي جايه ان شاء الله. وانا طبعا بشكركم وبحييكم ان انتم جيتوا النهارده، واحنا بنستعد لتصفيات امم افريقيا المغرب شهر 5 2024، والقرعه ان شاء الله في نهايه شهر 6 منتظرينها. احنا كنا بره التصنيف الدولي خالص، 187 دوله احنا ما كناش موجودين من 2016، ما بنشاركش وما بنلعبش، ما حدش عارف عننا حاجه. بدانا نخد او فكرت ان انا اول ما توليت ان احنا كنا بره التصنيف خالص، عايزين نرجع للتصنيف. بدات افكر نفس التجربه المغربيه ان احنا نجيب اللاعبات اللي هم اصحاب الجنسيات، عندنا مواهب بره كتير جدا جدا، طب ليه لا يعني. فبدانا نتواصل مع ناس ونجيب من هنا ونتكلم من هنا وندور لغايه لما يعني عندنا اكتر من 7 لاعبات محترفات بره، نضمناهم للمنتخب المصري، علوا الكفاءه كمان والكواليتي بتاع المنتخب، بالاضافه للاعبات المتميزات من الدوري المصري اللي عندنا مواهب هايله جدا جدا. عملنا ميكس بين الاثنين، نزلنا بالاعمار السنيه، الحمد لله وصلنا التصنيف دلوقتي 88 على العالم. خطوه ايجابيه وخطوه كويسه، ما بقولش احسن حاجه انما هي خطوه لقدام، لان احنا لينا الهدف ان احنا لما تتعمل القرعه ما نبقاش احنا في التصنيف الرابع ونغلط اخطاء زمان يعني. فاحنا بنشتغل على الجزئيات اللي هي واحده واحده. الكره النسائيه موجوده بقالها فتره، هي مش لسه بادئه دلوقتي، لا في اجيال قبليه تعبوا وما لقوش الفرص دي يعني اللي احنا لاقينها دلوقتي. فانا محظوظ ان انا في الجيل ده دلوقتي على الاقل في اهتمام اكتر من الاول. انا شايفه ان اول مره يبقى في عدد المحترفين ده، يعني ان احنا يكون عندنا بنات في امريكا وبنات في اوروبا وبنات في السعوديه وبنات كويسه قوي في الدوري المصري بتلعب دوري ابطال افريقيا، طبعا دي حاجه ايجابيه كبيره قوي، واحنا طمعانين ان احنا نعمل حاجه كبيره ان شاء الله الفتره الجايه. اهم حاجه طبعا الفرق كلها بتحب بعض جدا، واحنا حابين ان احنا موجودين وتمرين طبعا على اعلى مستوى، بنحاول نشوف ايه اللي ناقصنا وبنشتغل عليه، الغلطات بتاعتنا ما نكررهاش تاني، وطبعا بنتفرج على ماتشات كتير قوي عشان نشوف لو احنا غلطنا في اي حاجه، حد غلط في البوزيشن بتاعه او حاجه بيحاول يعدل من دوت بس. وطبعا كابتن محمد كمال شغال معانا على دوت وبنحاول نطور منه.